وخلال الاجتماع أشار رئيس السيسي كذلك إلى أن كثيرا من التخصصات التي يتم تدريسها في الجامعات وفرص العمل بها منعدمة أو محدودة. ولفت رئيس السيسي إلى أن سوق العمل ينتظر مئات الآلاف من العاملين في مجال الرقمنة. في كتير من التخصصات اللي احنا بندرسها وبتستوعب حجم من أبنائنا وبناتنا اللي في الثانوية، وهم فرص العمل ليهم هتبقى منعدمة ولا محدودة مش عارف. وبالتالي طب أنا عايز أقول لكم على حاجة، في نفس الوقت سوق العمل مستني مئات الألوف من الناس اللي هي في الرقمنة. سوق العمل مش في مصر، في مصر وبره مصر مستني إيه؟ سوق مستني شخصية أو بني آدم أو إنسان أو إنسانة متعلم المجال ده.